انا معنى ان انا بعمل دراسه او ان انا ههاجر ده مش معناه ان انا هروح اقعد هناك على طول، ده معناه ان انا هروح وهاجي وهفضل جذوري هنا وحب لمصر قائم مش هيتغير، لان انا حاربت من اجل مصر وعشان خاطر نرجع سينا، ولو ان سينا النهارده بتضيع تاني مننا، ودي حاجه انا حزين عليها جدا. الحاجة اللي تطمني وتخليني أبقى متفائل ومبسوط جدا و يعني أكون سعيد جدا بيها، إن أنا ألاقي بدايات، حتى بدايات، حتى لو إحنا اقتصادنا واقع في الحضيض، بس لما ألاقي تفكير صحيح وخطة صحيحة والناس ابتدت تشتغل ونحط كل النقط على الحروف بحيث إن إحنا نمشي في طريق صح، هنا الواحد هيكون متفائل. لا انا بسال حاجه مبسوط. في الماضي، حاجه لقطه في حياتك، في شريط حياتك كده، سؤال كان له علاقه بالماضي، بالتاريخ، بالنشاه. هو بصراحه ايام الحرب الواحد كان بيشوف الموت بعينيه، لدرجه ان الموت بالنسبه له بقى يعني مش صعب او مش بعيد، يعني خلاص خدنا عليه. يعني كنا بنقعد مثلا 7 8 أيام من غير نوم، ما بننامش ولا دقيقة. حب الواحد إنه بيحارب من أجل بلده، دي حاجة كانت عظيمة جدا. وأنا قعدت 6 سنين في الجيش بعد تخرجي من الهندسة، يعني 6 سنين من عمري قعدتهم في الجيش. النهاردة الواحد بيتخرج ما بيخش الجيش، لو قعد 6 شهور ولا سنة يبقى قعد.